مشردان وملاذهم الليلي هو العشوائيات. فقدوا أبويهما لواجهوا مصير العوز والفقر والحرمان الذي أوصلهم إلى حالة أشبه بالجنون لتبدو أشكالهم للناس بهذا الشكل. حسين وزهرة الذين تجاوزوا في أعمارهم العقد الرابع ظلوا من دون زواج أو عمل يحفظ لهم العيش الكريم أو حل حكومي ينتشلهم من التسول وانتظار مساعدة الخيرين. أخوة بدت صورهم معتادة في ساحة الاعتصام وسط الديوانية لأنهم تعودوا المجيء ليجدوا ما يسد رمق عيشهم وما يحصل عليه من مساعدات مالية أحيانا يتبرعوا به لشراء الماء للمعتصمين رغم حالتهم المادية الضعيفة. احنا ناس تعبانين ما عدنا قاعدين بالتجاويز والعالم تترحم بينا تطينا ما عدنا ناس تعبانين نجي المظاهرات هنا ناخذ لنا هالخصم الله ما عدنا اجي هنا احتصم اوزع هنا الاخوان المتظاهرين السلميين اجيب اوزع هنا اوزع للمظاهرين اوزع السلميين هذول خطيه هذول مو بس احسب روحي احسب حتى المظاهرين احسب بهم خطيه هذول ولا امور تعباناني بس يا ما يخالف لا عندنا فراش لا عندنا دنيا كل شيء ماكو كل شيء ما عندنا قالت لنا البرد من على القاع ما حد جاي ما حد يسال لا سوالتهم لا اقرباء لا اهل لا سوال لا شو ما حد يجينا ما حد يجينا قالت لنا البرد من القاع نايمين حتى ما نتظاهر هنا نتظاهر والناس هنا ها والناس هنا شلون تتعامل وياكم اكلكم منام هنا هنا منا ناكل ناكل منا الواد بتطينه ترحمنا تطينه. من عاشرهم طول فترة الاعتصامات تحدث على أن العوز جعلهم بهذه الصورة المؤلمة وهم يتمتعون بطيب القلب والروح. احنا قديمين نعرفهم نعرفهم يعني ناس كان حسين كل شيء ما بيه حسين كان قبل كل شيء ما بيه يشتغل يعني يشتغل بالسوق رجال واخته كل شيء ما بيها ولكن العوز خلاهم هيك العوز سواهم يعني هيك بعض الناس ساعتهم بعض الناس ساعتهم برا شو يسوون هم هذول الناس يعني يجيبون بيه لو ماي لو يعني نستله يوزعونها على المتظاهرين يعني شوف بساطتهم وفقرتهم من وصلت العوز خلاهم مقابل استاذ العزيز العوز خلاهم مقابل كل شيء ما بيش انا وكل شيء حسين يعني يشتغل وياي. مشهد من مشاهد الفقر في العراق نهديه الى الساسه كما هو ونحن نعيش في بلد الكل يتغنى بثرواته. من الديوانيه محمد حسن قناه التغييرات.